والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الاستغفار بنية رزق الأطفال والذرية الصالحة، هل في شيء؟ شيء مطلوب ومشروع. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قال نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الاستغفار سبب لجلب الأرزاق،